أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم وصفتي هي كيك سريع جدا ومرتفع جدا وكمان كتير هش وطري وطعمته كتير طيبة. مقادير الكيك: رح نبدأ بالنواشف، 3 أكواب من الطحين رح نخلون مع بعضهم، معلقة كبيرة من الكورن فلاور النشا اختياري ممكن تستغنوا عنها، معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وبخلط النواشف مع بعض. السوائل: 5 حبات من البيض، بيضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وببدأ بخفق البيض ليصير لونه أبيض ويتضاعف حجمه. منضيف كوب من السكر، اللي بيحبه أحلى بيضيف كوب ونص، كوب من الحليب ومنخفق شوي، ممكن نستخدم الويسكي اليدوي، كوب من الزيت كمان رح اخفقهم ثواني، وببدأ أضيف النواشف بالتدريج وبخفق على الهادي لحتى يختفي الطحين، ما بكتر خفق بعد إضافة الطحين. خليط الكيك صار جاهز. رح أخذ قسم من خليط الكيك وضيف عليه 2 معلقة كاكاو مع 2.5 معلقة من الماء، بخلطهم. صار عندي لون تاني لخليط الكيك. هالخطوة اختيارية، ممكن تخلوه كلياته لونه أبيض أو بالكاكاو. شعلت الفرن على درجة حرارة 180 شاعل من الأسفل، ودهنت القالب بالزيت مع رشة طحين، ورح أبدأ أحط خليط الكيك بالتناوب، الأبيض بعدين الأسود، مثل ما بدكم فيكم تحطوا طبقات للكيك. ورح دخل الكيك على الفرن على الرف الوسط، رح ياخد بالفرن تقريبا من 40 ل 45 دقيقة، وبيطلع جاهز وكتير شكله حلو نافش هش وطري. جربوه وبشوفكن بالفيديو الجاي.